تقتضي تطبيق القانون، تقتضي علاقات اجتماعية طيبة، تقتضي عناية أكثر برأس المال البشري، لأن نجاح المؤسسة وربح المؤسسة ونجاعة العمل بتاع المؤسسة هو مرتبط إلى حد بعيد بقدرتها على خلق انسجام داخل المؤسسة وتعامل يعني إيجابي مع البيئة اللي حولها، بما في ذلك مسألة رعاية البيئة والحفاظ على الموارد الغير متجددة اللي هي زادة كذلك تهم المجتمع ككل. هذه هي المبادئ اللي انتج عليها ميثاق الأمم المتحدة واللي حاولنا باش نعرفوا بها في المدة هذه. اليوم أنا معتز أن العمل بتاعنا سنوات اللي تواصل من خلال المعهد اللي كان يشرف مساهمة في تأسيسه، أن اليوم هالشبكة هذه توجد والمؤسسات اليوم ضمن حوالي 50 يعني مؤسسة دولية منخرطة في الاتجاه هذا، واليوم أنا ركزنا في المؤسسة الشبكة هذه. وبطبيعة الحال نعتز بها الوضع هذا في الحقيقة اللي يجعل أن تونس اليوم مش فقط تواكب العصر وتواكب مقتضيات العصر، مقتضيات العولمة، مقتضيات المنافسة بين المؤسسات، بل كذلك استحقاقات الثورة. احنا عشنا كل ثورة سنوات هذه، والثورة أبرزت جميع المخلفات للأنظمة السابقة، وأبرزت كذلك نقاط الضعف في خطة النمو فيما يتعلق أولا بتشغيل الشباب، فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة، فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، فيما يتعلق بتوزيع النمو كيفية عادلة بين الجهات. كل هالأمور الكثيرة كانت وراء الثورة، والثورة هذه كانت نتيجتها أن اليوم عندنا دستور، والدستور هذا فيه المبادئ هذه الكل. الدستور كان جديد، هو اللي مش تبنى عليه يعني تونس الجديدة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة يدخل ويندرج في نطاق بناء تونس الجديدة. اليوم المؤسسات اللي موجودة في الشبكة اليوم نعتبر اللي هي مؤسسات رائدة، هي مؤسسات رائدة في اتجاه بناء تونس الجديدة اللي هي معناها مبنية، ولا قاعدين معناها كلنا مؤسسات وحزاب وجمعيات ومجتمع مدني نحن بصدد بناها على قواعد صحيحة. القواعد هذه هي القواعد اللي جات في الدستور بتاعنا. الدستور بتاعنا اللي مبني على احترام كرامة الإنسان أولا، ثم احترام القانون، أي بنقول ولا دولة، احنا دولة القانون يعني احترام القانون في جميع الميادين.